فنانون شباب من خريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء يعرضون أعمالهم الأولى برواق فضاء التعبير التابع لصندوق الإيداع والتدبير بالرباط إلى غاية يوليوز المقبل في إطار شراكة بين مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والمدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء بهدف دعم الخريجين الجدد في مجالات الفنون التشكيلية والفنون الجميلة. هذه التظاهرة تسمح لخريجي الموسم الدراسي 2022-2023 بعرض أعمال تخرجهم، حيث يقدم هذا المعرض بانوراما عامة تنسجم مع روح وأهداف المدرسة التي تسهر كل سنة على تكوين العديد من الفنانين في الفن المعاصر. منذ سن مبكرة وأنا أرسم دون انقطاع، فمن خلال الرسم أعيد كتابة الأحداث اليومية التي أعيشها وأعتمد في أعمالي على تقنية الأكريليك على القماش. من خلال هذا المعرض يتم إبراز التقنيات الفنية المختلفة التي يتم تلقينها في المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، كما يعمل هذا الحدث على تحفيز الإبداع في صفوف الجيل الشاب من الفنانين.